Sonra da vadelerini bırakayım maşallah. Elhamdülillah ve kafa ve salatu ve selamu ala ibadillezine istafa. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi sellem. Ama ba'du fe inne asgal hadis kitabullah ve hadiyi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdesatuha ve kulle muhdesetin bid'a ve kulle bid'atin dalale. A'adni illahu minha ve iyyakum. Dawantin sawda dawada ilahe barakeyo. bay ardu iska diiwaan gelisay marka insha Allah amartay wax dhibaato ma jiraan walaal alxamdu waxaan ka bilaabaynaa xadiiska sagaal al xadiisu taasi xadiiska sagaal baan ka bilaabaynaa an aishata aisha waxa laga wariyay radiyallahu anha wa zawj zawj amartay zawjadi rasuulka ummahaatki mu'miniinta faqihadi islaamka as-siddiqa bintu siddiq tii runta badnayd ee u dhalay kii runta badnaa aisha fadligeeda rasuulku wuxuu yidhi فضل العائشة على سائر النساء كفضل ثريد على سائر دعام برسولك صلى الله عليه وسلم عائشة فضل جيد وحا أي دمر كدير تهي سيدا أي وقفل لبدان تهي سورد وادا لما تنين لهيد بركيو سورد وادا سورد وادا سورد وادا إلهيد بركيو الحديث التاسع حديث كسيارات عائشة توحى لقوري رضي الله عنها قال دين يتري كان وحوها الرسول صلى الله عليه وسلم يعجب مدى عجب جلسه الرسول ما عجب جلين شري التيمم إنه مدى جيسته رسول كوح جعل مدى جيسته التيمم ونعي في تناوله مركو كبا حرانا يو رسول كو مدى تكور ريسين شري صلى الله عليه وسلم وترجله رسول كو مركو شان ليسانا يو لين عمدكته أيو شان ليسك كبلابي شري صلى الله عليه وسلم وظهوره يعني هي مركو ظهارة قادنا يو مركو ظهارة قادنا يو قعنت ميدكتو ويسدك بلا بيشري لقت لقت ميدكتو كبلا بيشري الله مستعان مركو قبيس قبيسنا يا رسولك دينا أميدكتو بيا مارتي كبلا بيشري وكا وظهوره ظهارة دي صرنا هدو قبيس قبيسنا يا هدو ويسو ويسيسنا يا وفي شأنه أموره سي كله بلا بشري صلى الله عليه وسلم عن كل علي حديثك عن عائشة رضي الله عنها قال كان الرسول كوحها صلى الله عليه وسلم يعجب وحا عجب قلن شرته هو الرسول ما عجب قلن شري هي الطيام إنو مدقيستو أي عجب قلن شرته معنى وحا كو عجب قلن وحا تشعشعي وحا عجب قلن شرته طيام مدقيستو أي عجب قلن شرته مرك اعتماده في تناوله حرش لقت ميدك تايو أيو كباهر جلين شري تبدي حتى كم مرت ما هو جلين شرين وترجله مركو شان الله يسنا ينا لنا عمدك تكبلا بشر مسولنا عبد حنا كحسين شري وظهوره مركو ظهارة قادنا يو حدي تاي ويسو حدي تاي قويس لنا عمدك تكبلا بشر ويسنا ده لقت كأنت ميدك تلقى بلعبة هي مرت لبضل قدنا تميدك تلقى بلعبة وايه وفي شانه ومرتيسي dhamaantood marka xadiiska waxaanu ka garanaynaa midigaysiga waxyaabaha wanaagsan oo dhan midigta nabigu kaana yucdi fil yamiin midigta wax ku bixin jiray wa kaana yaakhudu bil yamiin midigtaana wax ku qaadan jiray wa yusallimu bil yamiin midigta ku salaami jiray sallallahu alayhi wasallam wa yaakulu bil yamiin midigta rasuulku wax ku cuni jiray sallallahu alayhi wasallam wa yashrabu bil yamiin midigta wax ku cabi jiray marka bidix la maxaa loogu talagalay bidix waxa loogu talagalay haduu qofku matalan duuf oo kale iska marinayo bidix la isticmaalo bidix waxa loogu talagalay haduu qofku istijoonayo iska dhaqaayo haduu maxan ku hadaho ashyaadaas baa loogu talagalay nadaafada khuseysa bidix mid kale maxaa loogu talagalay wax laala wixii wanaagsan inaad qofku gacan qaado inaad midigta wax ku bixiso inaad midigta wax ku qaadato inaad midigta wax ku cunto إن المدكت وحكو عبته بدح بحالك ساقف بدح وحكو عبا يا مكو عني لما أقول ممنوع نبي قال نبا كويري ما أود رسول الله عري الله استضعت ما مارت إذن كله ما أود الدونت كأنت وقال شنيك وحدي ساحة لذلك إنكم حان هاي وحان هاي أصحاب اليمين ما أدراك ما أصحاب اليمين في سدر مخضود والظل الممدود وماء مسكوب يعني أصحاب اليمين كم النقو
اصحاب مارتي بدح اما اصحاب الشمال كم نقول ادو ادو كتشوغه يعني بدح لو حلو استعماله وحا اي كوتشرتو هوسيس هيس هوسينتو استيتشاده اي نظافه ده اي وحا سو دن حينتا ترن كدا دون سنه محان كدا تابته اي دد حقنيس اي دد دقيس اي بدح لو تابتا ميدك تبح لو تابتا وحلال وحي وناكسن بال لو تابتا انا سو ساعتا مركه نبي محا عجب قلن شري يعجبها وترجله مركو محان كره ده شان ليسن ايو وظهوره مركو دهار قادن ايو هدي ويستاي هدي قبيست في شانه امورتي كله دمانتي حديث كان وحو كمدي هاي باب كان عاوى انو كجره حديث كا حديث حفتك امتحان كان لوغو تلقلاي وانا حديث كي صدحات حديث كيس الدحاد ويهي بإذن الله المولى تبارك وتعالى حديث اللي سوحفتي أيه واي هاي مركا وافهنتين إن الله أقلين إن بدح ذا وحلو أبو بدح ذا مارتي وحلو عنو بدح ذا محان كورا ذا لو استعماله وحيابه هو ميدك تلو استعماله وحيابه هو صيح ميدك تذكر كاك كما تابن كرتيد كما يستيشون كرتيد يعني شرعي إسلامك هدين إنه مارتي قفنو هدو عذرين كقاضنا عذرين كقاضنا مركا إسكايل عليا نبي صلى الله عليه وسلم من طبقه ومنهج ربانية وهي منهج ربانية وهي وهي حديث ككلا تمناد عن نعيم المجمر نعيم كي محانك ولا مجمر كمجمر كواحد لنا بال كان إذن ك دورك أي محانك ولا كشدان أنس جيو دبقاتك دتك قار دبقات بيد هذا قارنا إذن بيد هذا مركن نعيم كي قاع إنشري يعني إذن كسوق قاع كشد إنشري وصحابي عن نعيم المجمر نعيم كي إذن كمرتي كوقع انشري معناها أنت بدن رجو رجو حتى وي أنصدان إنك دور كم بأنصدان واحد شرح يا ورد قنا حتى نك سيد اللوجو يقول لي هاي إنه عذر كيسكو شو أي رجنا اللوجو يقول لي إنه أنصشتان إنه قد دور كمرتي واحد نمود الناس ومال ده إن واحد دور كلو يقنا رجو أنا ما نتابع تابع كريم أنا إنك إنه قاره لكن عذر ك يونسيجا هي ريفرشكا هي واح كستو او مارتي دادكو ايو دوكو استعمالان راقي دوبركو باكا دحايا قادي وقرقا يا قرقا لابا راقي دوبركا قرقا ننكا نوال لودقونين ايضا وال لودقونين ننكو ويستدقونين قابدو ويستقونين ايو اي تيران عادر رو يعني راقي دوبركو كلاسو عان عادر كا دوبركا دوبركا اسكاله عادر كا رقان رقا اسكاله هدي اللي هلا مركب بخورك لشدانا يلا قائنا يو قاري رجولين قاري دمر كلين ولا كلا استعمال كره لكن إن اللي رهضوا الدمر كوا قرا خاص كله يعني مرتي أرين شرته ماها أرين شرته ماها لكن ولا كلا سوء ولا كلا سوء كره وأيو أنت بدن مرتي جوري جمر كلا تشوجو دمر كوا عذر كيو بهين وعذر أدو تجونو مرتي يعني هي مردام قويسكي أي مرتي يعني مرتي دوني يعني راح يستان ومرتي دمر كنا دافت جارة يو عذر رج جارة يو تجون جارة بيلي مرتي لكن رجو مركي دبدة هذا يعني مركي الجمعة هذا يعني مرتي عذر كي بخورك لبضه بو استعمال الكرام والله أعلم مركي حديث العاشر حديث كتمنا مر عن أبو هريرة وحكوري رضي الله عنه أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم صحابة أبو هريرة كلمة عيسى سؤاله نسويدين كمدي أبو هريرة ما عيب ضم بقى أيا يا يا للسؤال روري لكن ما جع علماء بدن كود كنت جان وعبد الرحمن ابن صخر أبو هريرة وكنيديس وكنيديس لكن محاب هريرة العنشري عبد الرحمن ابن صخر عبد الرحمن ابن صخر وأنا صار سعتار عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي جوح كوريي أنه قال نبي جون يجري إن أمتي أمتي ضيدة وأمتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعون يوم القيامة ما نت قيامة أمتي ضيدة ولو يجري وجهود جلالين هي وجهود جلالين هي قر فردها فردها مدور دارن ومد النبي محمد الله والله قبيا وما تدعي واحد لرضا انت ادونك قال اسلام شوك تما انت النبي محمد الله صار الى قيام الساعة وامة محمد وامة محمد مركب امة محمد كاس وامة دعامك وامة الدعوة وامة دي الدعوة الالهي وصدر النبي محمد الله أمة إجابة نوح على هذا وأنت قادتي توحيدك مرك هل كان محل وجدة أمة دني وحل وجدة وأمة إجابة إن أمتي أمة ضيدة يعني أمة الإجابة هي الوجدة أمة ضيدة هي
آه ما شاء الله خدك يا سير دعير عليك هذا ها عدك وقايا صحوية نفسا حقا عدك ما ارتوا انترنت كواي انترنت كاي انه هاجاتشي نفسا ولا لا الهي انه هاجاتشي نفسا بتدون الهي انه هاجاتشي وحو يري مركا عن مارتي كسو عليو وحو إن أمتي أمت ديدا مركا أمت دا وحنو قيبني لبا أمت إجابة وأمت النبي محمد توحيدك يا صلاة قاطي أمت كلام حالي لهذا وحالي لها أمت الدعوة أمت الدعوة النبي محمد إلهي صدر رونا مركا وحو النبي قيبني إن أمتي أمت ديدا يدعون والله دواقي يوم القيامة ما لنت قيامه أمت دا حد حدود آيال الله دواقي غرا يقو وچigodو افتيما يو يقو وچigodو افتيما يو او محجلين يقو او قعمهود يلوهودنا عد عدين محجلين محجل كم حال هذا مارتي فرس مارتي مارتي فرس يعني مارتي عقها عد عدله ايال رونا يو محجل مركا امدي دوا لو يوم القيامة قرن يجو فتجود وتجود فتيما يو محجلين لبذا قعمود هي لبذا اللي جودوا عليكم السلام ورحمة الله سود وهذا ها ها سود وهذا مرت يجو لبذا وجي هي لبذا قعمود هي لبذا اللي جود أفر تاسيبه يجو عد عد أو فتيما يه وام حسبته من أثر الوضوء ويسد درادد ويسد درادد اللهم استعان قفكو هدو ويسيستو ويسد أصاب ما أنت قيامه ونقونيسا ماشى إفتين كمجدجة وكجبحه. ما أنت قيامة كت كسراد مجدجة أه. نار جهنم برتن كذا مرتع. إلى هي حقوق إفتين يا محي. يعني علاماتك ويسدى من 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 آثار الوضوء ويسدي ويسسن شري درادد. با إلى هي وش جنا إفتين يا لبضع عقودي لبضع قامنا إفتين يا. وكذلك قفك إمك أد أركته إنه سلادي سوين أحسنت هاي. حركة سقفك ينور يا. أوتشيس إفتيمي أو قاميس إفتيمي يعني. قف صلاة صحت كذا يقف خبيثة أو عن إلهي أسجود أو ركوع مركي بوت كلا جرانسة مركي تساوي تشيو داركت بدرنا سوى الله أعوذ بالله أعوذ بالله لأنك أوتشيس فالحنا الله قبل أوتشيس فالحنا والعياذ بالله وقف كان صلاة صلاة وأنا أحسنت كان إي أن ويسيسن والعياذ بالله مركي وحو يري من أثار من أثار الوضوء تاسوا قيامه الدون كان والله مضوء يعني وحيابها علاماتك آخرنا قفك الغوار كاي أدون كان إلهي أسوء قدمي بكمديهن لذلك رسولك حولي فمن استطاع قفك أودي كره منكم حال ويدنك إذن كمديهي أن يطيل إنو ديريه قرته يعني هي افتين كيسا قعمه يلوه أحد كي أوده فليفعلها سمعيه وقرته محال لوجيه وجيه وين تبيع قرسيسا قيبو جيه كمده كتغي وحيدان علماء واجبون إلا به فهو واجب لذلك مركز وجهك دقة يسوع قيد تماه كم إذا وين أدق ضاح سيأضوه بيسوع وجهين بيو ذا جارين وجهه لو كسب بلا ما تماه أي كسب بلا به إلا يو جرك دقة نجيسا هوسة لبده دقودين تود حيسا أنت أصلا بقى وجه لا يلا ضاح هل كلا كسب بلا به إلا محنك ولا دمارته لبده دقودو حي كسون إلا جرك ولا ولا دقة يا ووجهه كمدي وجهه أيه كمدي سيد رادد نبي صلى الله عليه وسلم ما تدوا له يدي ما أنت قيام يجو تجود في يو الله بدو ذا اللجود محجلينا يجو الله بدو ذا قعمود يو الله بدو ذا اللجودنا أي افتيما يعني محاك افتيما من آثار الوضوء يعني هي من آثار الوضوء وجي مارتي راد كي ويسد أي ويسين شرين فمن استطاع أنك أودي كرا منكم إذا حال إذا كم دي هي أن يطيل إنه دارسته قرته قردي سفليف على سمايو ولما تبارك وفي اللفت نرتع عندما يو لفت حديث كمده وحا كمده واللفت آخر رأيت وحان أركي أبا هريرة أبا هريرة أو يتوضأ ويسيسن يمن أركي بولي حديث كان إمام مسلم بصوص هاري واكو وفقسر دقي وجهه وجه جيس دقي أم يدي ويديه اللبديس قعمودنا دقي حتى يكاد إلا وكسكتي يبلغ إنو قارسيو دقيتانكا هاي بالمنكبين اللي بدا وحو قارسيه اللي بدا محنكونا منكب إلا وكسكتينو قارسيه اللي بدا قرب منكبين كو اللي بدا قرب واكو حتى كاد إلا وكسكتي يبلغوينو قارو المنكبين اللي بدا قرب
ثم قسل waa dhaqay rijlihi abu hurayra labadiisa lugood xataa rafaca ilaa uu kor yeelay dhaqidii gacmaha dhaqidii lugaha ila saaqayni labada dhudhun dhudhunadan dhudhunada labada saaq baa la yidhahdaa ilaa labada dhudhun uu gaadhsiiyey uma qaala wuxuu yidhi abu hurayra samictu waxaan ka maqlay rasuul allahi rasuulka ilahi baan ka maqlay oo yaquulu leh ina ummatii ummadayda yudcawna waa loo dhawaaqi oo waa loo yeedhi yowma alqiyaama maalinta qiyaame quran iyagoo wejigoodu iftiimayo muxajaliina iyagoo labada gacmood iyo labada adinna iftiimaya maxaa sababtu waa maxay min aathaari lwuduu min ajli aathaari lwuduu weysadii ay weysasi jireen raadkeeda daraaddeed ee faman istadaaca qofka awooda minkum idinka idinka mida an yudiila inuu dheereeyo quratahu quradiisa yani wejigiisa inuu iftiin maarata iftiinkiisa dheereeyo hee iyo wa taxjiilahu gacmihiisa iyo lugihiisa iftiimaya taxjiil baa la yidhahaya inuu dheereeyo falyafcal sidaaha sameeyo wa fii lafdin lafdi kaleo limuslim imaam muslim uu soo saaray samictu waxaan ka maqlay buu yihi abu hureyre radia allaahu canhu khaliilii samictu waxaan ka maqlay khaliilii saaxiibkay nebigu u jeedaa kii aan jeclaa isna jeclaa khaliilkaygii waxaan ka maqlay yaquulu isagoo leh tabluqu way gaadhi alxilyatu quruxdu waxay gaadhi min almu'mini muuminka xaggiisa quruxdu maalinta qiyaama waxay ka gaadhi xaysu meel oo yabluqu ay gaadho alwuduu weysadu yacnihii wafii lafdin limuslim waxaan ka maqlay samictu wafii lafdin limuslim lafdi kale oo xadiiska ka mid ah oo limuslim imaam muslim soo saarayna wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay khaliili yaquulu isagoo leh tabluqu way gaadhi alxilyatu quruxdu min almu'mini muuminkii quruxdu waxay ka gaadhi xaysu meelo yabluqu uu gaadho alwuduu weysadu ay gaadho walilahi alxamdu tabaaraka watacaala. Xadiiskan war aad iyo aada u fara badan baa ku sugan, war aada iyo aada u fara badan ayaa ku sugan. Warka ku sugani axaadiista rasuulka kasoo aroortay iyo aayadda qur-aankiiba waxay sheegayaan weysada in ay leedahay meel go-an oo ilaahay baa yidhi maaratay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum baa la yidhi wejiyadiina dhaqa. Marka qurada la doonayo in markuu leeyahy ninku uu leeyahy abu hurayra quradiina dheereeya wejiga dhaqidiisa in timaha qeybtooda la gaadho si wejiga loo dhammaystiro mooyaane intaa lama dhaafin karo. Aayadda qur-aanka faqsiluu wujuuhakum wejiyadiina dhaqa baa la yidhi wa aydiyakum gacmihiinana dhaqa ila almaraafiqi ilaa labada suxul. Marka labada maratay ilaa labada suxul ayaa la dhaqaya waayahay ya ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiq wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum. Qiraa'ada qiraa'adaasi waa thaabit wa arjulikum in la hoostabana oo marka masaxa aynu la masxanayo aynu keeni doonaa qiraa'ada, laakiin qiraa'ada la dhaqaya wamsaxuu biru'uusikum madaxiina masaxa oo sidiinu hore usoo sheegnay inta xaaga ka bilow kow wa arjulakum ay waqsiluu dhaqa arjulakum labadiina lugoodna dhaqa. Labadaa lugood marka waxaa la dhaqayaa ilaa maaratay labada canqow ee kuuskuusan. Marka nusuusta oo dhan qur-aanka iyo xaadiistu intaasi sheegayaan. Xadiiskan marka abu hurayra uu leeyahay ha la dheereeyo oo weysada ha la gaadhsiiyo dhudhunada isagoo la arkay abu hurayra ilaa garbaa dhaqayana waxaa la yidhi waa fahamka abu hurayra. Abu hurayra markii uu rasuulku yidhi maalinta qiyaama ummadayda waa loo keeni iyagoo wejigooduna iftiimayo gacmahooduna iftiimayaan lugahooduna iftiimayaan ayaa abu hurayra wuxuu fahmay mar haddii iftiinkaasi maalinta qiyaame qofka uu u noqonayo hanuun oo jidka siraad uu ku gudbayo oo nuur uu noqonayo maalinta qiyaame ummadda nebi maxamed ee nebi maxamed rumaysay iyo kuwa diiday umuur lagu kala soocayo baa abu hurayra fahamkiisa wuxuu qaatay in la dheerayn karo. Lidaalika culimmada isku khilaaftayo culimada mudlaqan qaar waxay yidhahdeen sidaa abu hurayra u fahmeeno waxay dhahdeen weysada waa la dheerayn karaa oo yani ilaa dhudhunkaa la dhiqi karaa gacmahana yani ilaa cududa ama garabka lasoo gaadhsiin karaa waa kow, madaxana ilaa maaratay bartankiisa lasoo dhaqi karaa waa kow yani. Laakiin sida raajixa marka la eego daliilka saxii waxa weeye waa fahamka abu hurayra. Laakiin qur-aanka iyo axaadiista rasuulka iyo saxaabadu waxay wariyeen dhammaantood waa in weysadu ay leedahay cibaado tahay, cibaadadana halkii qur-aanka iyo sunnada kale ay isku waafaqeen inaan la dhaafin karin. Sidaa daraaddeed wejiga gebi ahaanba dee isagu waa intaas waa la yaqaanaa, meel lagu soo daro kale ma jiraan. Ama gacmaha
in ila lmirfiqayni ila labada suxul. Marka haddii lagu yihi labada suxul maaragtay waa inaad qayb ka mida soo raacisaa cududa si suxulkii uu dhaboobo. Ma laa yatimu waajibun ilaa bihi fahuwa waajib, macnaheedu waxa weeyaan si waajibkii suxulku uu dhammaystirmo qayb ka mida suxulka ka tegine suxulkoo dhan soo geli inta la dhaqayo, kanna suxulkoo dhan soo geli inta la dhaqayo, wejigana si uu maaragtay waajibkii uu suurtagalo si wejigii aad u dhan dhaqdo qayb timaha ka mida wejiga soo raaci, marka wejigii baa kuu dhammaystirmaya. Haddaad sa istiraahdo wejigii maaratay haddaad maxaan ku dhahdaa wejigii qayb ka mida aad ka tagto, haddaad wejigii qayb ka mida ka tagto waxa weeye timihi hadda maaratay haddaad timihii gaadhin wejigii qayb ka midaad ayaad markaa ka tegaysaa. Marka waa sidaa. Laakiin in ilaa dhudhunka ama ilaa garbaha la dhaqaa waa masalo ku sugan Abu Hureyre fahamkiisa, saasaa raajixa xagga nusuusta. Inkastoo culimada qaar ka mid oo jumhuurka ay weliba ay maaratay madhabka Abu Hureyre ay ku tageen, wallahu aclam waxkam. Maalinta qiyaamana in ay inoo noqonaysa xilyadeenni iyo nuurkeenni aynu maaratay ku arkaynay maaratay jidka siraad shaki kama joogo, shaki kama joogo waayahay. Xadiiska alxaadi walcashar, xadiiska 19aad caawa waxa weeyaan wuxuu u baab yahay baabu dukhuul lkhalaa walistitaaba, waxaana waxa weeyaan baabu dukhuul lkhalaa in la galo maxaan ku dhahdaa meesha khalaa, meesha cidlada ah. Khalaa waa meesha musqusha ah ayaa la yidhi, waa kow. Iyo walistitaaba meesha yacni hiya istitaabada ah ee laysku soo nadiifiyo qofku markuu musqusha tage kaajo ama saxaroodo maxaan ku dhahdaa dee istitaaba wuuse soo nadiifinaya. Hadduu qofku maxaan ku dhahdaa jimaac iyo maaratay ama riyoodo ama reerkii soo tagana dee isna wuuse soo nadiifinaya. Hadduu xayd ka qubaysanaya wuuse soo nadiifinaya. Hadduu jina ka qubaysanaya nifaas iyo ilmo maaratay dhashay wuuse soo nadiifinaya. Marka dukhulul khalaaya walistitaab istitaabada, saasaa loo yidhi xadiis 11. Xadiiskan wuxuu ka mid yahay xadiisyada biidni illahi lmula, labada xadiis ee caawa aynu ka dhigayno xadiisyada lasoo xifdiyayo, xadiisyada lasoo xifdiyayo buu xadiiskani ka mid yahay. Rasuulku muxuu yidhi can anas ibnu malik, anas ibnu malik wuxuu yiri waxaa laga wariyey, can anas ibnu malik waxaa laga wariyey radi allahu anhu waa saxaabigii jaliilka ahaa nebiga 10 sano uu shaqeynayay isagoo maxaan ku dhahdaa 10 sano ku dhow sida adab mufradka aynu kusoo maray buu nebigu yimi madiina, 10 sano nebigu uu shaqeynayay isagoo 20 sano ku dhow buu nebigu geeriyooday. صحابيًا النبي قال ودعي أنس بن مالك الله وحيني مارتي الله إله مارتي اللهم طول عمره إله عمر قيس الدائرة ومارتي ومارتي وأكثر ماله وأولاده إله مالك سي أولادي سنبضي. صحابي جليل أبوها أنس بن مالك وحد الشيء هو يدي أم سليم بال رنشري بنت ملحان وحا أديروها وأبي هو يدي قبيني لرنشري طلحة مارتي طلحة أي أبو طلحة أي قبي أبو طلحة الأنساري. مركي أنس هو يدي oo carma lahayd oo anas dhashay malik waxaa la yidhi nin khamriye cabu hayo meelaha shaamiya buu aaday oo saas ku dhintay. Intaa nebiga nebigana muu rumayn sal alla slam. Kadib baa nebiga uu madiine yimi, anas uu khaadim u noqday, umu sulaym dadkii ugu horreeyay islaamka qaatay bay ahayd, abu dalxana iyadaa shukaansatay iyadoo maaratay isagoo gaal ah, markaasuu jeclaaday. Dadna waxay tiri meherkayga waxaan kaaga dhigay inaad islaamka soo gasho, axaadiista sunankii ku yaalla. Markaasaa wuxuu ku yidhi naa adigu gabadh baa tahayo dantaadu waa an tajida asafraa, maxaan ku dhahaa maarta asafraa maxaan ku dhahaa walbaydaa, adiga dantaadu waxa weeye inaad hesho dahab iyo iyo dheem iyo fido labadaba waan kuu hayaaye islaamnimadan iyo badanka bax. May bay tiri anigu nin gaal iyo gursan maayo, laakiin waan ku jeceloo nin fiican baa tahay, meherkaygana waxa weeyaan waxaan kaaga dhigayaa maaratay tawxiidka eh oo lacagta maaratay anaaba maaratay kugu sadaqaysanaye soo islaam bay tiri. Wuu islaamay wuu guursaday reer barakaysan bay noqdeen. Marka can anas ibnu malik qoyskoodu waa kaa, hooyadii waxaa laohan jiray umu sulaym bintu milxaan, anas ibnu malikna malik bay u dhashay, laakiin malik maaratay isagu ma islaamin, aabihii hore ayuu maaratay u noqday u daandaamayo nin sakhraan oo aada shaaribu khamri buu ahaa anas ibnu malik, laakiin saxaabi jaliila buu noqday. Saxaabo badan oo abu dalxa dhalayna walaalay noqdeen oo hooyadii maaratay ay maaratay bintu sulaym dhashay xaggooyay ka walaalahayeen. Reer maxaan ku dhahdaa binti milxaanna reer qiimo badanoo dumar badan oo maxaan ku dhahay ilma binti milxaana oo saxaabiyaada ayaa kamid ahaa. Waxaa kamid ahaa saxaabiyadii uu qabay maxaan ku dhahay Cubaada ibn Saamit, nebigana qaraabay ahaayeen baa la yidhaahdaa, oo nebigu sallallahu alayhi wasallam maxaarim bay isu ahaayeen, marka qoyskaas bay ahaayeen. Ana nebiya nebiga Anas wuxuu ka wariyey sallallahu alayhi wasallam kaana inuu ahaa nebigu idaa dakhala markuu galo alkhalaa, musqusha markuu galo
xadiiskani wuxuu ka mid yahay xadiistaynu soo xifteenna insha allah. Afar xadiis baynu sheegnay, casharkii hore labaynu ka sheegnay, caawana labadiiba waan sheegay. Mid waa kii koowaadee nebiga inay cajab gelin jirtay midigaysugu, midna waa xadiiskan wey, waa xadiiska 12aad. عن انس بن مالك ما انت امتحان كان سويدين دون ان شاء الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي وحوا اذا دخل مركو قالوا الخلاء مسقش عليه ماشى بنان ان لا سيحن ان لو وردين خلاء اللي هو ما الله حم با لو ادا كرتق با لو ادا انو قفكو كرتغو او ما انت وخي عليس هيا والله سبحانه وتعالى كغا سو خفيفيه كان اذا دخل الخلاء مركو قالوا قال وحو النبي ودن جري اللهم الهي ها الهي كبركيو وتا اينو سو قرتي xadiiska 12aad iyo ka 9aad iyo ka 1aad iyo ka 2aad saas weeye xadiiska xiftiga weeye. Habeen walba saa inoogu soo qoro si ardaydu ula socoto. Qaala wuxuu xidhan jiray nebigu marka uu musqusha gelayo, kaana idaa dakhala alkhala qaala wuxuu xidhan jiray nebigu allahuma ilaahayo inni anigu acuudu waxaan kaa magan gelayaa bika adiga min alkhubsi, min alkhub haddii la godo oo sukuun lagu reebo khub haddii la yidhaahdo min alkhub ilaahu waxaan kaa magan gelayaa sharka i martay kuwooda martay lab iyo wal khabaith kuwooda dhadig shar oo dhan. Allahumma inna a'udubika waxaan kaa mangelayaa min alkhub haddii la yidhaahdo oo khaada la gudo oo baada lagu reebo khub. Allahumma inna a'udubika min alkhub waayahay. Allahumma inna a'udubika min alkhubthi wal khabaith ilaahu sharka kiisa lab iyo kiisa dhadig xumaan oo dhan baan kaa mangelayaa min alkhubthi xumaanaha loo tiiriyey labka iyo wal khabaaithi xumaanaha loo tiiriyey kuwa maaragtay khabaaithka. Marka in lagu fasiro haddii la reebo wax weyaan marka wax xumaan oo dhan, haddii marka la yidhaahdo min alkhubuthi khubuthi khubu khadina waa la guday badina waa la guday khubu khubu haddii la yidhaahdo khubuthi iyo wal khabaaith macnaha ilaah waxaan kaa magan galay shaydaanka kiisa lab waa khubuthi waa jamac shayaadiinta kuwooda laban ilaahu kaa magan galay iyo walkhabaaithi shayaadiinta kuwooda dhedig labada nooc ilaahu kaa magan galay. Ogow meelaha musqulaha shayaadiintu way ka buuxdaa. Had iyo jeer macaasidaynu samayno ee xisiga ah iyo tamacniwiga xidhiidh baa ka dhexeeya, xidhiidh baa ka dhexeeya. Marka qofku haddii uu markuu musqusha gelayo dahaaradiisa ku dadaalo, dahaarada xisiga hadduu ku dadaalo oo gacmaha iska dhaqo oo istijoodo oo maartay qaadi maayo kansar. Hadda dadka gaalada waxyaabaha kansarka duburta ku dhaca iyo kansarta farjiga ku dhaca iyo maxaan ku dhahdaa kadibnahooda ku dhaca iyo yacnihi inta badan waxay ka qaadaan waxyaabo ilaahay xaaraantimeeyey bay sameeyaan, ayay sameeyaan waliyaadu billah. Oo maxaan ku dhahdaa dahaaradii macnawiga ahayd bay ka tagaan, waxaa kale ka tagaan dahaaradii xisiga ahayd. Marka inaga laba dahaara layna amray inaynu xubnaheennu ay yihiin maaragtay daahiro gabadhu farjigeeda aanay xaaraan la doonan, ninkuna farjigiisa aanu xaaraan la doonan. Waxyaabaha inxiraafka gaaladu ay sameeyaan oo nin nin wax ka dayaya iyo naag naag wax ka dayayana ilaahay way naga xaaraantimeeyey. Waxyaabaha kansarka iyo xumaanta iyo khubthiga iyo dembiga iyo dunuubta keena ay ka mid tahay. Waxyaabaha nadaafadana waa laynagula dadaalayo inaynu maaragtay afkeennii anihi cadayno, inaynu istijoonno, inaynu markaynu musqusha gelayno shaydaankii ilaahay ka magan galo waxaasoo dhan. Marka iyadoo macnawiya oo watan oo kale markuu nebigu khalaha geliya wuxuu odhan jiray allahuma ilaahay inni anigu acuudu bika waxaan kaa magan geli adiga min alkhubuthi shaydaanka kuwooda lab iyo walkhabaaithi kuwooda dhedig. Haddaad tiraahdo min alkhub khub ood godo oo dabadna reebto min alkhub waa xumaanta guud, xumaanta guud ee maaratay yacnii labka loo nisbeeyey iyo xumaanta guud ee dhadigga loo nisbeeyey. Haddaad tidhaahdo khubuthina waa xumaanta loo nisbeeyey ragga shayaadiinta ah iyo xumaanta loo nisbeeyey dumarka shayaadiinta ah, waayo shayaadiintu rag iyo dumarba way leedahay, dhadig iyo labay way leeyihiin, way isdhalaan, maarata wax ilaah lagama galo. Saas weeye. Marka ha layska ilaaliyo, ha layska ilaaliyo. Haa, yacni axaadiistaas maaratay rasuulka sal alla slam waa ka soo aroortay. Qofka marka haddii aad markaad gelayso aad marka shaydaanka iska naarto shaydaanku dhibaato ku yeeli maayo, ku dardari maayo. Haddii kale dad badan buu shaydaanku uu ka soo raacaa maarata meelaha musqulaha, laana waa hoyga shayaadiinta musquluhu walciyaadu billah. Axaadiista axaa sheegtay inuu rasuulku yihi sal alla slam meelaha xushuushta ah, meelaha musqulaha aad gelaysaan shayaadiinta ayaa kusoo xaadirta. Marka aad gelaysaan ilaahay magaciisa qabsada oo alle ka magangala, shayaadaanta kuwooda raggaa iyo kuwooda dumarkaaba
idin taaban maayaan buu rasuulku yidhi markaa sal allahu alay slam haddaas yeeshaan. Xadiiska alxaadi thaani cashar, xadiiska alxadiisu thaani cashar, xadiiska 20aad cana abi ayuub alansaari waasxaabigii khaalid bnu zayd baa la odhan jiray, nebiga sal allahu alay slam ayuu maaratay qaraabadiisa ahaayo, nebiga awowgii cabdulmualib waa reerkii dhalay weeye, reer bani najaar weeye, waa ansaari, abi ayuub alansaari baa la dhahda. Khaalid bnu zayd baa la odhan jiray radi allahu canhu, wuxuu ku aasan yahay magaalada la yidhahdo istanbul, duleedkeedu ku aasan yahay, mujaahid buu ahaa maaratay khayr badan. Qaala wuxuu yidhi abu ayuub alansaari, qaala rasuulku wuxuu yihi sal allahu alay waslam, idaa aataytum markaad timaadaan alqaa'ida meesha lagula dhuunto, yacnihi saxarada, qaa'idka waxaa la yidhaha meelaha saxarada ee carabtu ay deganaayeen iyo rasuulka laga soo saaray, dhir ma laha, waa dhul saxaraa, laakiin dabaysha ayaa ciidda ka qaada, dabaysha ayaa meelo badan ciidda ka qaada. Marka meeshay dabayshu ciidda ka qaado meel godan bay noqotaa, meel kalena ciidday ku tuushaa. Marka meeshaa godan bay ayay la geli jireen saxarada si dadka isaga qariyaan iyo kaadida. Qaa'idka halkaasaa la dhaha, idaa atiitu markaad timaadaan alqaa'ida meeshii la geli jirteen xaajadiina, waa dadka reer guuraag ah, khalaaguna dadka reer magaalkaa weeye oo musqulayl sanaysan jireen. Idaa atiitu markaad timaadaan alqaa'ida meeshii godnayd, falaa tastaqbilu ee aa xaajoonaysaan ha qaabilina alqiblata qiblada hawla jeesanina kaadida, iyo falaa tastaqbilu alqiblata alqaa'ida qaa'idka, yani xaajadii aa gudanayseen ama saxaradii ama kaadidii, falaa tastaqbilu ha qaabilina alqiblata qiblada hawla jeesanina alqaa'ida saxaradii ama kaadidii. Maratay halkan waxaa loo jeedaa saxaradii baa loo jeedaa qaa'idka. Maratay walaa bawlin kaadina, maratay hala qaabilina, falaa tastaqbilu hala qaabilina alqiblata qiblada hala qaabilina alqaa'ida saxaradi walaa bowlin kaadina hala qaabilina midna, walaa tastadbiruuha hawla jeesanina oo xagga baridiina oo qaawanna qiblada ha qaabilsiinina idinkoo kaajaaya ama saxaronaya, walaa tastadbiruu hawla jeesanina ha xaggii qiblada oo qiblada barida maaratay ha qaabilsiinina idinkoo maaratay xaajoonaya, walaakin lagu noqoye shariquu markaa madiine joogtaan dhinaca bariga u jeesta, ilaa madiini koonfur quma bay ka hegtay. Marka koonfur quman haddaad u jeesato baridaadina xaggaa iyo waqooyi bay u jeesanaysaa, laakiin maxaa lagu yidhi haddaad barida xagga maka u jeesatana dee qubulkaaga xaggaa iyo baytulmaqdis buu qabanaya. Marka rasuulku wuxuu yihi labadaa midna ha qaabilsiinine, ama dhinaca galbeed u jeesta oo xaggii xeebta badda jidda, ama dhinaca bari ee najid u jeesta oo maaratay ka jeesta maka. Marka lagu leeyahy shariquu waqaribu waxay khusaysaa cid kastoo madiine degan oo dhinaca koonfur kaga soo tukanaysa maka, iyo ciddii ka shisheysa, iyo ciddii hee ka shisheysa, ilaa yurub oo dhan baa ka shisheysa. Hadda marka dadka yurub jooga, ingiriiska oo kaliya markaan joogno, waxaan sida madiinoo kale baan ugu soo tukanaa kacbada, ilaa kacbadii koonfur bay naga xigtaa. Marka qofka maka jooga ee meel cidla, qofka ingiriiska jooga ee meel cidla doonaya inuu ku kaajo, cidladaas waa inaanu xagga maka u soo jeesane, ama waynu dhinaca iyo galbeedka u jeestaa, ama waynu dhinaca bari u jeestaa, saasay ka dhigantay. Laakiin qofka soomaaliya jooga ama caawa soofkaan joogo, annaga waqooyi baan maka ula tukanaa. Marka waqooyi waa inaanan qablada farjigayaga la qaabilin, dabadeena la qaabilin, markaanu meel cidlaa aanu ku tukanayno, aanu doonayno inaanu ku saxaroonno, ma saas weeye. Qaala abu ayuub wuxuu yidhi faqadimnaa waanu soo galay ashaama, meeshii shaam loodhan jiray markii aanu qabsanay, waa suuriya iyo dhulkaasi iyo urdun iyo falastiine, fawajadnaa waxaanu helay buu yidhi waxaanu helay maraaxiida musqulo ayaanu helayo, qad buniyad la dhisay naxwa alkacbati, ilay dadkii aan muslimku ahayn baa dhistay musqulihii. Marka waxaanu ka helay musqulo shaam ku yaala oo la dhisayo loo jeediyey, qad buniyad loo dhisay naxwa alkacba, xaggii kacbada loo jeediyey. Oo qofku marka musqushii kusoo fadhiisto, farjigiisa xaggu la qaabilaya xaggii kacbada musqulahaasaanu helay buu yidhi, oo fananxarifu waanu ka leexanayna, annagoo musqushii isticmaalayna baanu iska dadbaynay kacbadii, fananxarifu waanu maaratay ka iilanaynay canhaa maaratay maka inaanu qaabilo oo farjigayagii la qaabilo baanu dhinac uga yar beydhaynay, wanastakfirullaha ilaahayna dembi dhaaf baanu weydiisanaynay, wanastakfirullaha. Marka saxaabigani haddii lagu jiro meel dhisma ah oo musqul la galo, iyo haddii lagu tukanaya meel bannaana sidii qaa'idkii godnaa ee layidhi kaadi iyo asxaaro doonayaan lala qaabilin, isku macne ayuu saxaabigani u fahmay, isku macne ayuu fahmay. Haddaba bal axaadiista soo socota aynu haddana iyagana eegno.
لأنه وين جمعين دون أحاديث. الحديث الثالث عشر حديث كسدحية تمناد عن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ويلك عبد الله بن عمر الخطاب، أين عمر بن الخطاب؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، إلى هي المرتي رضي الله عنهما، أبي يسقى رضي الله عنهما دي له سقي أبي بر علي إلى هي كاد لبس حبيها هاين، أنه عبد الله بن عمر بقال وحيلي رقيت وانفولي وانفولي بولي على بيت حفصة، ولا شيء حفصة قرقية ذا أيام فولي، ولا شيء حفصنا وحكر انتي مرتي او نين لورنشري محنكو ذا مرتي محمد بن جحش عبد الله بن جحش ولا هاي ايا قبي شري او ايدا شيء نبي ادي رومي صلى الله عليه وسلم او مركي ارض الحبشة ايوه شرودين بانيك اسيوح لدي تنصر اقواش قاربا ساورا نسا ولما قرنا ويدي داني حلين سيسو ما شغول انتي مركا حفصة نيكاسا قبي شري مركي اي النقطي محال الى هذا قرب بان النبي صلى الله عليه وسلم يقرسدي او مرت عمر بن الخطاب ايو كسو دوني او مركا ساسو كو قرسدي مركا انه عبد الله بن عمر ايا قال وحوري رقيت وان فولي يوما مال على بيت حفصة قرقي حفصة وقرقي النبي لكن انت بدل مركو النبي نكو بها بدل ليه قري والبا اسلام تلبا الله حلس مرت بالله تيريايو قرقي بهب لبا لونيا gurigi bahib leeyahay guriga hore ninka ale laakiin kolba qoyskaas ayaa loogu magacdara marka gurigi nabiga ayaan fuulay buuriyo ah waliba ala bayti hafsa walaashi hafsa gurigeedi ilay hafsa nabiga qabay sawjadki rasuulka ummahaadki muuminiinta kamid ay radiyallahu anha radiyallahu anhuma faraaytu hanar kibuuri abdullah ibn ubar wiil yar buu aha ilahay ba ku ilhaamiyay wa faraaytu hanarkay annabiya nabiga markii sallallahu alayhi wasallam oo yaqdi gudanaya haajatahu حاجتي سيسو جدنا أيه أو مسقول كفرية لبا بلبا لبينتين لبا محنكر هذا تشاتشور أيام مسقول شل الجسم سمي لبا عقود الصارو يقضي حاجته يسقو حاجتي سيسو جدنا أيه أو مستقبلة قابل سنة الشام حاجة يا شام قابل سنة مستدبرة دبدة وجهي دي الكعبة كعبة دي وياي وروحهم فولي على بيت حفصة بنت عمر قولي حفصة أيام فولي فرأيت وحركي النبي النبي يقضي قدنايا حاجته حاجتي سو مستقبل الشام شام قابل سن وانا ماشي لديدي حيسكور يوحي نكو صامر هاي مارتي قبل هذا دواد هاو تشيدنين فرشي انا هاو تشيدنين هداد فرشي هاو تشيدد دي واحد شام باد دواد هاو تشيدنس سوما هداد دواد هاو تشيدنس كعبادنا الشام باد مارتي او بيت المقدس كيالو باد هاو تشيدنسا حنقول هذا فرتشي، مركا حديث كاسي سوا عام وين أرجع، حديث أبي أيوب ويرد مسقولان وقال لي أو شامبان مسقولة كهاللي يجوا حقي كعبة اللورد ساي وأنو ك حاجون شري لكن وأنو كل يحن شري إلى هنا دم دفن وتجي كانوا وين صارجنا، كانوا وين صارجنا يا إسقاه له وقت يجي النبي، مدينة وتجي بنقولي سفولة يا النبي يوم مسقول كشري أو حاجة دبادة وتجي كعبة حاجة فرتشي أنا وتجي شام أيين صارجنا. سدح الحديث الله جمعنا يا وحلو جمعنا يا مذهب تقولي ماذا سدح مذهب يكون جمعيان مذهب كراج لو جوب بدنا هنا وانا دي شقيه علماء واحد يكون جمعيان مطلقة بق هداي مسقول لدرسي تهاي يا هداي مال بنان تهاي ما بنانا هنا الدبابة وتشي دسو كعبة هي هنا فرتشي وتشي دسو كعبة مركب مذهب كاسي جبهة بوديدي الله المستعان واكو مذهبك لبعض ومذهبك أبو أيوب الأنصاري أم حرني يا مذهبك هدي ومسقول تحي هي هدي ميل بنان تحي مدنا لو ما تشيدين كرو فرشي جاك حاجة كعبة لكن قداش هذا هدي حاجة إيو بيت المقدس يو تشيدو لمرها إلى أبي أيوب أسار وحي يسوع مركان مسقولي هلاي دبدي سيل يريها وتشيدن بيت المقدس كم هذا أيوة وكان لين فرشي جيسيه وجيدا كعبة ضاد يوم نودين عوير لحري مركان مذهب كي يروح وها هداي ميل دسمات هاي أو مسقول عاد قشي يهداي ميل بنانة هاي فرشي جاجا يدبدا هذا منه وتشيدن كعبة مذهب كأبو أيوب أسارنا إن أن لو جي سنين حق فرشي قال لا هذين هداي بنانة هاي يا هذه بسمتها يبقى يا الاسنين تاسكوتي ولا بمذهب
madhabka saddexaad uu jibciyeyo waa madhabka ayuub alansaariyo waxa weeyaan in meel bannaan iyada aan la qaabilayn oo qolada kalula socda laakiin hadduu qofku waa madhabkan sheegay waa saddex madhab wey madhab waa madhabkii yidhi meel bannaan iyo meel dhisan midna looma jeedsan karo kacbada dabadana looma jeedin karo farjigana looma jeedin karo madhabna waa madhabkii ayuubalansaariyo haddii meel gudaha aad gasho xagga farjiga loolama jeedsan karo kacbada madhabka saddexaad waa axaadiista waxaa lagu jamciyey waana madhabka ugu xooga badan leh jumhuur culamaan ay ku tageen haddii meeshaad ku xaajoonaysa ay meel bannaana tahay haba godnaatee kaynba ha noqotee oo aan musqul ahayn oo aan dhisnayn meel aan dhisnayn hadday tahay ili dad madad baad badbaadiye aadaysa madad badan baad gaadi raacaysa marar badan baad baag iska lugeynaysa oo kaadi ku qabanaysaa haddii meel bannaan ay tahay meeshaa bannaan iska ilaali qiblada inaad u jeedsato farjigaaga iyo inaad dabada u jeediso labada jihee kale marka waa inaad u jeedsataa waa meel bannaan haddiise meel guriga ay tahay gurigaana masquuli ka dhisan tahay oo meel dhisan aad ku jirto xadiiskii cabdillaahi bin cumar ibnukhadaab uu guriga xabse markuu arkay rasuulkoo u daba jeediyey kacbada xaggaana u jeediyey xadiiskii hore nahyigaana uu ahaa dabadana ha u jeedinina qubulkana ha u jeedinina marka xadiiskaa hore wuxuu khuseeyaa waa meesha bannaan baa lagu fasiray xadiiskanna wuxuu khuseeyaa meeshii xidhan marka madhabka ugu raajixsan waa maxay in haddii meel bannaan aad joogtana aan la ogolayn inaad u daba jeediso iyo inaad farjigaaga u jeedisan doona waa markay meel bannaan tahay hadday meel dhisan tahayna inaanay wax dhiba lahayn haddaad u daba jeediso iyo haddaad qubulka u jeedisaba saasaa labada xadiis lagu jamciyey waana sida ugu fiican wallaahu aclam waana sida ugu fudud ee aad qabsan kartaan xadiiska waxa weeye alxadiisu thaalithu lcashar xadiiska saddex iyo tobnaad waa xadiiskan waan soo akhriyey waayo alxadiisu raabicu lcashar xadiiska afar iyo tobnaad can anas ibnu malik radia allahu canhu annahu anas qaala wuxuu yidhi kaana rasuulku wuxuu ahaa sala allahu alay waslam yadkhulu mid gala buu ahaa alkhalaa'a musqusha ayuu geli jiray oo faaxmilu waxaan u qaadi jiray haddaan anas ibnu maalik ahay ana aniga iyo wa qulaamu wiil yar oo naxwii aniga da'dayda oo kalaa waxaanu u qaadi jiray idaawatan weyso harag yar ka samaysan oo biyo uu ku shuban jiray oo min maa-in biyo ku jiraan iyo wa canasatan ul yaroo yacnihi gamuun ul yaroo murjin leh oo dhulka lagu taagi karo canasa oo murjin yaroo gaaban waa kow oo fayastanji wuu ku istijoon jiray bilmaa-i biyaha falcanasatu canasaduna alxirbatu waa ul yaroo maaragtay murjin ah xirbo lagu dagaalamo maaratay waxaa la yidhaahdaa hoota yar alxirba asaqiira waa ul yaroo maaratay markay dagaalamayaan ay isku rideyn jireen marka aan ku celiyay xadiiski annahu kaana annahu wuxuu yidhi anas qaala wuxuu yidhi kaana rasuulku wuxuu ahaa yadkhulu alkhalaa musqushuu geli jiray faaxmilu waan qaadi jiray ana anigoo anas ibn maalika iyo qulaam wiil yaroo naxwi aniga ila daa idaawatan weyse yaroo ka samaysan maaratay harag oo min maa-in biyo ku jira maan rasuulka u qaadi jirnay marka uu xaajadiisa soo gudanaayo wa canasatan ul yarna waan u qaadi jiray usha marka maxaa lagu falaya usha waxaa lagu falaya nebigu canasada ma dhigi jirin laba sababoodba nebigu ma dhigi jirin sala allahu alay waslam maadaama nebigu meeshuu deganaa saxaro tahay meelaan dhir lahayn qofku hadduu is yidhaahdo gurigiisii ka tago meel kusoo saxarood ama kusoo kaadi isha dadka ka qarsoomi maayo marka nebigu muxuu samayn jiray intuu usha dhulka ku dhufto buu go-iisa usha ayuu maaratay go-iisa dhinaca ku xidhi jiray dabeedna markuu maaratay ushaa qotomiyo go-iisiina uu saaro go-iisa shishadiisa iyo usha shishadooda oo isha dadka si maaratay uga qarsoomo ila nebigu kaana maaratay ashaddu min alxayaa maaratay min alcadraa'i fii khidriha nebigu waa ka xishood badnaa gabar yar oo ilmadow ah oo hadda maaratay naasihii iyo caadadii heshay oo raggu inay la hadlaan ka khajilaysa oo buulkii hooyadeed ama gurigii hooyadeed joogta nebigaa ka xishood badnaa marka nebigu muxuu samayn jiray ushaasuu taagi jiray go uu qaadan jirayna uu saari jiray deedna nebigu xagga shishe ayuu nebigu maaratay marka wixii xaajaa uu ku gudan jiray waa sababta usha ay ugu qaadayaan kaana rasuulku waxaa yadkhulu khalaa mid gala faaxmilu waan qaadi jiray ana aniga iyo waqulaamu wiil yaro naxwi ila daa idaawatan weyse oo min maa-in biyo ku jiraan iyo wa canasatan murjinkaa yar
ee uu go'a saarto si uu dadka ishooda maratay iskaga qariyo. Markuu doono uu weysaystay tukanayana wuxuu ka dhigan jiray qiblada sutro, sutro ka dhigan jiray sutrada ayuu ku taagi jiray, xagga qibladiisa intuu ka taago ayuu deedna ku tukan jiray. Marka ciddii isaga iyo canasada dhex marta uu iska joojin jiray, ama xoolo ha noqdaan ama dad ha noqdaan, lana qofku wuxuu qofka u diidi karaa hortiisa in la maro marka uu sudro leeyahay. Haddii se aanad sudro lahayn, dee adigaa khaladka iska leh, saas weeye. Haa, oo fayastaji wuu ku istijoon jiray, bilmaa biyahana nebi wuu ku istijoon jiray. Alcanasatu canasadu waa alxirbatu waa murjin yar oo saqiira, aada u yar oo gaaban. Xirbadu marka murjinku waa kuwan dee la isku rideeya lagu dagaalamo, sababta saa xirba loo yidhi. Marka xadiiskana waynu fahnay, haa xadiiskana waynu fahnay. Xadiiska 15-aad عن أبي قتادة. أبي قتادة وحلون شري حارث إنه ربعي صحابي وحي نقري كتاب كشيخ هاوي نقري وصحابي جليلة حارث إنه الرحبي وحوي مفارس كرسول صلى الله عليه وسلم نجيس يبوها أو مرت جيس يدا لجو حساب تومي جهادك أنصار محمد رضي الله عنه سلامة قبيل كسو هاي غير آدي آد مرت الدين توقفي عن ومجاهدين لو فرسان له أيه هاين مرك عن أبي عن أبي قتادة وحارس بن ربيعي مرت الانصاري مرت رضي الله عن الله تعالى كهده ان النبي النبي صلى الله عليه وسلم وحكوري ان النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال انه يدي مرت اصحابياس و هو يدي لا مرت لا يما مرت لا يما لا يما سكن لا يما سكن لا يما سكن يانو تابن يانو تابن يانو كو قبن احدكم مدكين ذكره ذكر كيس و حبنتي سترنك رجه بيمينه مدك تسيان وكوقبن وهو يسقى يبول كاتشايا لأن مدك تبحال الله قلت لقلا عن تدا وناكسن يو كتاب كقرآن كيوحي شرف له لكن بدح الله قلت لقلا إنه حيابها الله قبته لا يمسكن يانو كتابن وكتابن أحدكم يتكين يانو كتابن محي ذكره ذكر كيس يانو كتابن بيمينه مدك تيس فكو مدك تسي كتابن وهو يسقى يبول كاتشايا يسقى كاتشايا ولا يتمسح يانو كل دقن من الخلاء مركو خلاها كتشرو بيميني مركو استيشوني ينا شيء وكو استيشوني يو هدو يهي تيشيو اما دقح يهي اما بيه يهي إلا وين ماشي دبرتي اما ذكركي حبنت هادي ترانكا حق الدنب اما حق هوري قفك وينو مارتي اسكا جي صومر اما كادين نغطة مسعر وين يتكسو لسا مركا اما واحد لقاسو ليا تيشيو اما واحد لقاسو ليا بيو لابدو بيكو بنايين لكن انت توشي ولا مريم بيها الله وقد بيسيو با اجر بدن ها با اجر بدن سادر هديد رسول كو خيري تانا ميدك تيان لو تابن ولا يتمسح يانو اسك جي نجاست اها اما كادي اما سحرها نقطه فرجيغا يا دبلاد اد كغه دقيسي من الخلائي بيمين ميدك تيو كو تابن لما غل ميدك واكو حقي لو دقيا بيخدا ها تيشي غنا بيخدا كو قبسو هدي بيهينا بيخدا مرتي ايات كو دقي لكن تن بيها محس مالي واد كو ششوان سبيا تشيغا تن كو سو غوسو دنا تنو ديب دنا تابي احلا ايات مرتي استعمال سوي هدي تشيتا يا هدد ويسد مرتي دي تاي بيو اد كو دقي سبا ولا يتنفسن ولا يتنفس ولا يتنفس يانو كن نفسن في ان اي ويلكي يعني حادث بن بوكسور ورت ينا انان ويلك مركا دونسين اد بيع ابتو ويلك لو ما نفسدو soo qaada weelka biyaha qurquri neefta isku celi dabadna iska jar neefso haddana cab qurquri iska jar haddana neefso aakhir haddana dhamme saas wey laakiin haddaad gidiga maanta qooqooqooqo neeftina aad ku sii dayso weelkii hadhow neeftan maartay kaa gaadhay waxa weeyaan way dikhaynaysaa lidaalka lama ogola in aad weelka maartay aad wax ku cabayso inaad ku neefsato lama ogola lama ogola lama ogola marka neefta iska ilaaliya neefta hal iska ilaaliyo hadda wax arkaysa dadka quraanka ku akhriya qofa xanuunsanaya qofa xanuunsanaya 10 baa loo soo dhiibaya 10 kaas marka qofka loo soo dhiibo ee wadaadada quraanka ku akhriyaan wadaadada badan baan fahmin raas ayagoo candhoof weelka ku tufaya lama ogola laana nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa diiday in weelkii lagu neefsado iska daa in candhoof lagu tufeyo maxaa la sameynaya yes quraanka waa lagu akhriya weelka laakiin waa la ishaaraya weelkiyo halkaa yaala fatixada akhriisa a'udhu billahi salli allahu alayhi wa sallam bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سما تنا مركا يعني النف اني امان نف اما عنده فويل قاعد لما اقوله، لكن وادي شارسه، وادي شارسه، هذا هو وادي شارسه. لذلك عروت يرى يمكن قرباك كل على تي وذا دب بدن يدب بدن يجو مرتي دي سجاب برتاي مركي عنوف تي حركة ويكح حناقيا ويكح حناقيا إني حناقان دي حديث تبا مرتي مرتي هو قرانسة والنبي جبايري ولا يتنفس في لنا ولكن نفي عنوف ذري كجاري، لكن قران كي أنا كواخري. لذلك حتى عاجد يدو فرك يدو كحرن هدي قران كي لو أخريه وجاري يقف هدي قران كقف كسيس لو أخريه يهدي بي لو أخريه لبده بو جاري لبده جاري، لكن قسم ماها إن أدمرت يعني هي عنوف تاد كتف تقسم ماها خاصة نمك حليدا حنونا ده لقب قايو حنيد حنونا ده لقب قايو قف كإن أدنيف تاد يا عنوف تاد مدنين يجاردو ماها. أحاديث الرسول كان ينقل صلى الله عليه وسلم دين تاني ينو دي دي مركة تشس وادي شارسة يعني واي شارو وين أنا عنوف فيو نفي وين أنا كجارين، لكن قرآن كي إن أتكو آخرية صوت مارتي نيونيسو أيام هبة marka qofkana saasa loogu akhriya dadku iyagoo hareeraha ka xiga bay qofkii quraanka ku akhriyaan quraankaasi uu gaadhaya. Wixii durreeha haystana ilaahay uu kaga qaadaya, wixii macnawi haystana ilaahay uu kaga qaadaya, wixii wanaagee maarta caafimaadna ilaahay uu ku siinaya. Marka waa inaad saa ula socotaan walaa yatanafas yaanu ku neefsan filinaay weelkii saas baa layidhi. Marka xadiiskana waynu garanaynaa inaanu qofku gacantiisa midigta ku taaban xubnihiisa taranka, inaanu gacantiisa midigta ku istijoon, inaanu gacantiisa midigta تيشي يو حالا مدى أنا مرتي كنا دي في الحمية ترانكا إن أنا ويل كي كنا نفسن أنت بحديث كوي رغمي الحديث السادس عشر حديث كلي حيتم ناد عن عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى الله كهذا عباس بن عبد المطلب يو عبد الله اللي بضوا لبس حبيه هاين رضي الله عنهما قال وحيري مر النبي النبي جبا وحصامره بقبرين اللي بق قبر بصامره، فقال رسول كوحري اللي بضي قبري إنهما اللي بضن قبري لا يعذباني ولا عذابية ها هي لا بد قبري ولا عذابية أقول إنهما رسول كل مرة وصامر النبي بقبرين لا بد قبري وصامر، فقال النبي وحوري إنهما لا بد قبري دتك كجرة لا يعذباني ولا عذابية، وما يعذباني لا عذاب مايو في كبير وحوين لا عذاب مايو والعياذ بالله. مرك إنجا إن لا تهاي رواية كقارب عديو لكن لا هكتي سبل كبير ويمرتك ويوين. أما أحدهما متكود مياه فكان وحوها لا يستتر، فمتكود مياه متكود محوها لا يستتر اسكما الى لينشرين من البول كاددة، يعني تدبن باشر مركب بسقولها قران اسكت الليتية او كاددة يقول بها الكي ذكر كودي كاددة اللي سروع الكي اسكت قشنايا قبلها اللفتة دي انت بسقوش قران با يدو قيان كي كاددة فرشي يعني مارتي اسكتقين اما اسكتقلتين بي محانكو لذا نيس كيد اسكح لنسا اسكا سوكا عيسا والعياذ بالله. نبي قوحولي لا يستطير من البول كاذا اسكمي إلى لينشرين لابدو دو متكود، واما الآخر ككلاميا فكان وحوها يمشي من الصعودة بالنميمة هذه چردتك سودر چرو نمام بوها وسودر چري، فأخذ النبي قوحو سوقات أعوذ بالله من شر ذلك، فأخذ النبي قوحو سوقات جريدة يعني هي لان أو رضبة قوين لان قوين بسوقاتي أو محيئة يعني جيد قوين أو فشق أو كلا شيء حال أنتي نصفيني جيد كي على أنت الهاي قوينا أيو الله بقي بود كذي نصفيني الله بقي بود كذي لانتي أو ده نم حسمي فقرز وكوت الله علي في كل قبر قبر كستوي حكتها جي واحدة لانتي قوينيد وكلا شري وشمنا وحكتها جي قبر جن شمنا قبر جا كلا، فقالوا حيكون أصحابه يا رسول الله رسول كلا هيو لما فعلت حضر انت نصمس لما فعلت هذا أنت محض صمس. قال وحيدي لعله إلهي وحمدي حق مرتي يخفف إنه كجا خفيفيو عنهما الله بدن قف من كذا اللو عذاب أيو أنا يسكيها جاتين شرين من الدت كيسكودري شري وأمرت علاماتك يا موحي أبا على القبر وكاره الله بدن قف حلق جيا بل لعله الله وحمدي يخفف إنه كجا خفيفيو عنهما حقه الله بدن قف يعني هي دم بيجي أي سبين جرين مالن يي بسا مالم يي بسا انت اني انغين انت اني غغين قوين هين انو لهي كغ نديفيو. marka hadiskani ma wax nabiga khaas ku aba misid kastaaba way sameyn kartaayo walino ogol yahay quburahayn inu dhir maxan ku raqoyen
aynu ku tallaalo sida raajixa nebigay khaas ku tahay. Horta number one, nebiga waxaa loo sheegay in la cadaabayo. Waxaa kaloo nebiga loo sheegay in uu labadan laamood soo gooyo. Waxaa kaloo nebiga loo sheegay inuu laamahan ku taago. Waxaa kaloo nebiga loo sheegay inta ay laamahaasi qoyan yihiin oo qura in Ilaahay cadaabka ka saari maaye, lagaga khafiifinayo. Innaga laynooma sheegin labada qof aad ku xidhayso ama qofkaad ku rakibayso in la cadaabayo. Awalan, lagumana sheegin in cadaabka lagaga khafiifinayo, lagumana sheegin markay qalalan iyo markay qoyan yihiin, ilaana inagu taa shaqa kuwalayn. Inay nebiga khaas ku tahay waxaynu ku garanaynaa labadaa qabri mooyaane nebigu cid kale, nebigu cid kale oo ka horreysay iyo cid ka dambeysay oo inta loo sheegay in la cadaabayo inuu laan ku taagay lama hayo. Labadaasaan u horreeyey, labadaasaan u dambeeyey. Marka arrintaasi arrin nebiga khaas ku ah weeye sallallahu alayhi wasallam. Laakiin sida raajixa, yani sida aynu aragnay, sida raajixa wasaase, waxaad arkaysaa muslimiinta maanta adduunyada ku nool, khaasatan Masar iyo Shaam iyo markaad tagto dadkooda geeriyooda marka ay aasaan laamo qoyan bay soo jaraano markaasay ka taagaan, marka dambena geed qoyan baabay ku beeraanba. Inaga lafteena dhulkeenna saasoo kalaa la sameeyaa, iyagoo xadiiskan tafaaul fiican u qaatay. Laakiin sida raajixa culimmadu ay yidhaahdeen, xadiiskan nebiga ayuu khaas ku ahaa maaragtay daliil laga qaadanayo, oo maaragtay nebigu uu xadiiskan ka hor sameeyey ama ka dab sameeyey, ili nebiga waa loo sheegay ama inaga laynoo sheegay ma jirto. Saa daarteed baa la yidhi qofka adigu adaaba habaarayaba, lanna qofka haddaad geed soo goysato aad tiraahdo qofkan waa la cadaabaya, cadaabkan ka khafiifinaya, yaa kuu sheegay in la cadaabayo? Maxaad si adigu u habaaraysaa? Ili nebiga waa la tusay, labadan qof si gaara loo tusay, adiga mar haddaan lagu tusin habaarin. Maaragtay habaar waa dibadda, saas weeye, wallahu aclam. Xadiiska kale waxa weeye xadiis saabic lcashar, xadiiska 17-aad, can abi hurra radia allahu canhu ani nabiyi sala allah slam qaal, nebigu wuxuu ihi lowlaa haddii lalaa yahay, lama le'ee ana shuqa inaan dhibaayo calaa ummatii ummaddayda, haddii lalaa yahay taasaan ka baqayaaye laamartu waxaan amri lahu ummaddayda bisiwaaki caday inay rumay ama caday baan maratay amri lah cinda kulli salaatin, shanta salaadoodba waxaan sida loogu weysiisto baan u amri lahaa inay usoo cadaydaan, oo salaada waan u diidi lahaa iyagoo aan soo cadayan. Marka nebigaasaa yidhi sal alla slam lowlaa haddii lalaa yahay an ashuqa inaanan dhibaynin, haddii lalaa yahay lama le ee an ashuqa calaa ummatii, yani haddaanan ka cararaynin dhibka ummadeeda kasoo gaaraya. La amartuhum waxaan amri lahaa bisiwaaka inay soo cadaydaan cinda kulli salaa, salaad kasta. Laakiin nebigu maadaama uu inoo naxariis badan yahay, ummadiisana dhibay ku noqonaysa, wuu inaga daayay. Laakiin in cadaygu salaad walba uu fiican yahay laynagama dayno, dee wuu ina baraya sal allah alay wasalam. Lidaalika nebigu dahaarada cadaygiisa cinda kulli salaah wuu cadayn jiray, wa cinda kulli dahaara dahaarada, markastuu dahaaro qaadanayo hadduu qubaysanayo hadduu weysiisanayo usoo cadayn jiray, salaada markuu gelayo wuu cadayn jiray nebigu sal allahu alayhi wasalam. Caaisha la weydiiyey saxiix muslimka iyo qeyr kista ku sugan, markuu guriga nebigu yimaado wuxuu ku bilaabi jiray, waxay tiri kaana yabdau bisiwaak, intaanu xaaskiisa shumin cunto cunin gurigiisa wuu cadayn jiray. Marka nebigiisoo dhan wada dahaaray ahaa, nebigu gebigiisoo dahaar uha xilliga rabadaanta, shaaficiyadu waxay dhahdaan gelinka runbaa la cadaynaya, gelinka dambe bukhuurka afkaa ka imanayaba adyaba cindallahi min riixil misk, marka cadaygu yuu kaa goynay iska daaba dhahan way karaahaystaan. Laakiin si raajixa cadaygu karaahiya male, gelin horena male, gelin dambena male, bukhuurka caloosha ka imanaya xilliga rabadaantuna afka kama yimaadee calooshu ka yimaada, calooshana caday laguma tirtiri karo. Laakiin afkaaga inaad ilaahay u udgoonaysiiso markaad alla la hadlayso waxa weyn maarata waa shay layna amray weeye, wallahu aclam. Marka cadayga ha lagu dadaalo, cadayga ha lagu dadaalo. Xadiiska 19-aad, taasicul cashar alxadiisu maya xadiiska athaaminul cashar, xadiiska 18-aad, can xudayfa waxaa laga wariyay xudayfa ibnu yamaan, waa xadiiskii maaratay abu cabdillaahi saxaabigii jaliilka radia allahu canhu, saaxibi sirri rasuulillah, sirta rasuulka saxaabiga hay weeye, qaala wuxuu yidhi kaana rasuulku waxaa sal alla slam idaa qaama markuu kaco min alleyli habeenkii rasuulku yashuusu wuu marin jiray faahu afkiisa bisiwaak, markuu habeenkii salaatuleylka u kaco rasuulku wuxuu ku bilaabi jiray aday intuu soo qaato buu afkiisa marbarin jiray. Kaana rasuulku wuxuu ahaa idaa qaama, kaana rasuulullahi rasuulku wuxuu ahaa sal alla slam idaa qaama markuu kaco min alleyli habeenkii salaatuleylka u kaco yashuusu wuu marbarin jiray, yashuusu wuu marbarin jiray faahu afkiisa bisiwaak, cadi buu ku jijibin jiray maratay ayuu maratay marin jiray. Xadiiska kale waxa weeye taasicul cashar, xadiiska 19-aad, marka xadiis weru lamid yihi cinda salaatihi wa cinda dahaaratihi wa cinda maratay cinda salaati maxaan ku dhaha salaati maratay jawfi min alleyl,
يعني وعند الدخول في بيته يعني مختي والبن يبقى عدي مرت عدي وكذا ذلك شيء حديث التاسع والعشر حديث سالت هناد عن عائشة رضي الله عنها عائشة وحي مرت اللي جوري قالت لي تري دخل وحى سوق لي عبد الرحمن ابن ابي بكر اسكو بها بها هاي ام الرومان بعد عبد الرحمن ابو بكر يا عائشة واكو اسكو هي اسكو ابي هاي عبد الرحمن ابو بكر بان نو سوق لي امرت الصديق رضي الله عنه امرت على النبي نبي يبو سوق لي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وانا انيغو او مسندة تيرين هيا انيغو او مسندته وانا انيغو او مسندته انيغو اه تيرسمات كرسولك انيغو او تيرسمات كرسولك الى صدري لابتيد النبي كو تيرسن يحي ها ولو هلكا لبدا مخان كرادا لبدا كلحمود iyo garkeeda hoostiisa halkaas ay madaxa nabiga gelisay radiyallahu anha wa sallallahu ala muhammad ha wa ma abd alrahman ma abd alrahman wa ha usiti wa ma abd alrahman wa ha la jiray siwaakun aday ayu abd alrahman siti abd alrahman abi bakr wala alkid aday bu siti radbun qoyan oo yastannu u ku cadeynay bihisaga aday dheer oo qoyan bu siti wa ma abd alrahman siwaakun aday ba la jiray oo radbun qoyan oo yastannu u ku cadeynayo bihisaga ba aday qoyan oo ku cadeynayo bu abd alrahman marta abi bakr siti رضي الله عنه او فمرتي فبده واتاغي ها فبد هو ايغي هو عبد الرحمن ابن ابي بكر با وحو وحا ايغي رسول الله رسول كيله بصره ارغي سي مساو تاغي فبد هو كو تاغي هو عبد الرحمن ابو مرتي ابن مرتي مرتي عبد الرحمن ابو بكر الصديق وحو كو تاغي نبي رسول الله رسول صلى الله عليه وسلم بصره ارغي سي ارغي سو ايغي او فاخذت wuxuu yiri faakhatu waxaan guda galay ha waxay tiri faakhatu waan ka soo qaaday asiwaaka yani waxay aisha fahantay fahimad bahid in nabigu cadigan rabo nabigana sakaraatul mawtki ba haya waa daqiiqadu dhiman laha halka laabtiisa ayuu saaran yahay gacanteeda ayuu saaran tahay bay aisha daqnigeeda iyo laabteeda halka kalxama ayuu nabigu markii saaray faakhatu waan ka soo qaaday bay tiri asiwaaka cadigi oo dabadeedna faqamitu waan calaaliyay فقامته وانو علالي اللي مارت عدق ولا علالية وبلا يبيو سمينسا دين عيوسو كو عدين مو يدين عيكالي أيو علالي سي فقام مارت فقامته وان علالي أو ثم الدبادنا وطيبته وان نديفي مارك علالي سي علالي سي باي بيكو نقضو وان نديفي سي وطيبته وان مارت اود قونيو وانو نقاي ثم الدبادنا دفعت وانو ديبي هو عدق إلى النبي النبي ما نوديبي صلى الله عليه وسلم او فستنا وكو عديدي به عديدي فستنا وكو عديدي به عديدي بكو عديدي رضي الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت ما نرق بيتين فما رأيت ما نرق رسول الله رسولك الله ما نرق صلى الله عليه وسلم استنا عديدي استنانا عديشو عديدي ما نرق أحسن كوان أكسن منه عديقة فما رأيت ما نرق بيتين رسولك الله صلى الله عليه وسلم استنا عديدي استنانا عديشو أحسن كقروح بدن منه ما أنت عدقة والنبي قاعد ينظره صلى الله عليه وسلم وفما عدا ها فما عدا لقى مسوا ريجن بق أن فرق فما عدا لقى مسوا ريجن بق أن فرق إنه كفارقي رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم عدقي وعديدي محد عي رفع وكري علي يده قعنتيسة أي كرو قاضي أو إسبعه أما فرتيساس مدكتة أي رسولك صلى الله عليه وسلم ثم قال وحيلي رسولكم في رفيق الأعلى أي الحقني الله إلهي وحي هليشي في رفيق الأعلى أما أريد وحن دونية أن مرت أن ألحق أما أن ألحق إن هليرو في رفيق الأعلى أما أن ألحق إن لي هليشي في رفيق الأعلى رفيق سرع أي دونية ثلاثة سنة حجير من نبقول انتو فرت سايب وحولي في رفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى صدح تربول نبي صلى الله عليه وسلم ثم قضى عليه ثم دبدنا قضى عليه وجريودي يعني ثم قضى عليه وجريودي وكانت وحي الأرن أهيد عائشة تقول مثل هذا ما توجريودي صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي أي بين مرت يعني هي بين حاقنتي لبدا إذا سبب iyo wadaaqinati labadeeda martay daaqino halka yani garka
labadeeda maxaan ku dhaha kalxamood iyo labadeeda gadh dhexdooda ayuu maratay rasuulku ku geeriyooday bay odhan jirtay radi allahu canha. Maxay odhan jirtay? Wa kaana taqulu, waxay odhan jirtay maata, wuu ku geeriyooday nebigu bayna xaaqinati, xaaqinadayda. Xaaqinada waxaweyaan waa halka laabta ee labada sanbab ku jiraan. Maata bayna xaaqinati iyo wadaaqinati. Daaqinadu waa halkee? Waa garka. Daqnigu waa kan, daqnigu waa kan. Marka daaqinati iyo waxaaqinati waa almartay, waa kalxamaha, halkaa kalxamaha iyo halkaa cunahayga eesa maratay garka, lafta garka ayuu ku dhintay. Wa fi laftin faraaytu, waxaan arkay hu rasuulkiyo sallallahu alayhi wasallam yanduru eegaya ilayhi cabdiraxmaan ibnu abi bakar ayuu eegayay oo cadaysita. Wa caraftu, waxaan gartay annahu nebigu sallallahu alayhi wasallam yuxibu inuu jecel yahay. Haa, wa caraftu, waxaan gartay annahu nebigu sallallahu alayhi wasallam yuxibu inuu jecel yahay assiwaaka, cadayga, cadayga inuu jecel yahay baan gartayo. Faqultu, waxaan ku yidhi aakhuduhu lak, aakhuduhu makaaga qaadaa, hee aakhudu makaaga qaadaa hu, maxaan ku dhahdaa cabdillaahi ibnu maratay cabdiraxmaan ibnu abibakar maratay aakhudu makaaga qaadaa hu, yacnihi cadayga laka adiga makaaga qaada, yani cadayga makaaga qaada baan ayaan ku yidhi rasuulka sal alla slam. Oo fa ashaara, wuxuu ku tilmaamay nebigu bira'sii, madaxiisa, annacam, haa iga qaad buu yidhi. Marka saas bay intay cadayga uga qaaday bay cadaygii calaalisay, way nadiifisay, nebigay u dhiibtay, wuu cadayday sal allahu alayh wasalam. Markuu nadaafadii hubsaday buu damcay in ilaahay oofsado, malagii uu idmay, yani xadiis kala sheegtay inuu madagu nafta idan ka qaatay nebiga oo idankiina nebigu uu ogolaaday. Kadibna uu saddex jeer yidhi rafiiculaclaa, rafiiculaclaa, rafiic, saddexda ilaahay subxaana wa tacaala samada naftiisii ruuxdii shariifka ahayd la qabadsiiyey. Hada laftu, laftigani maratay, hada laftu, laftigani maratay, laftu lbukhaari, bukhaari laftigiisii weye, iyo walimuslimna, muslimna wuxuu leeyahay naxwahu, mid kan oo kale lamida ayuu leeyahay, ayuu leeyahay. Marka yani xadiiskana saas buu noqonaya macnihiisu. Xadiiska kale, xadiisul cishruun, xadiiska labaatanaad, can abi muusa alashcari, abi muusa alashcari waa cabdillahi ibnu qays, asxaabigii jaliilka ahaa ee maratay qiraa'ada qur-aanka aada u yaqaaneen. Nebigu yidhi sallallahu alayhi wasallam, wuxuu akhriyaa oo la siiyey mazaamiir kamida mazaamiirtii nabiyullaahi daawuud. Qaala, wuxuu yidhi cabdillahi ibnu qays, aataytu nebiya, waa abi muusa alashcari, nebiga ayaan u imi sallallahu alayhi wasallam, wahuwa yastaaku isagoo cadaynaya, bisiwaakin ku cadaynaya, radmin qoyan. Oo qaala, wuxuu yidhi wadarafu siwaaki, isagoo darafka cadayguna saaran yahay calaa lisaani carabkiisa. Wahuwa yaquul isagoo leh nebigu sal alay slam, wahuwa yaquul isagoo leh wadarafu siwaaki, cadayga darafkiisuna xalkuu saaraa calaa lisaanihi carabkiisa ayuu saaraayo. Uu nebigu wahuwa yaquul uu leeyahay, markuu carabka yani carabkiisu cadayaya nebigu, ilkaha qura lama cadayo, carabka laftiisa wasaq badan baa laga suuliyaa. Uu nebigu leeyahay uu leeyahay sal alla alay slam. Wasiwaaku, cadayguna fiifiihi, afkiisa uu ku jiro, ka'annahu, waxaad moodaysa nebigu sal alla slam markuu cadayday carabka cadayo, yatahawacu, yatahawacu, inuu iska maratay matajinayo, yatahawacu, oo uu doonaya inuu dheecaanka uu soo nadiifiyo, afkiisa kasoo nadiifinayo, iska tufayo, yani saas weeye. Waka'annahu, waxaad moodaysa yatahawacu, inuu iska matajinayo, yani si uu jeclaa inuu afkiisa soo nadiifiyo sal allahu alayh wasalam. Baabu kana wuxuu baabu yahay masxu cala alkhufayni, in yanihi la masaxo labada khuf. Inagu sharabaadaynu haysanaa, laakiin dadkii hore khufaf adag oo ka samaysan maas, yani ka samaysan xoolo maasa, ayay maratay xidhan jireen. Inagu laakiin maanta maratay qaar laga sameeyey cudbi ama socks ama sharabaadaynu ayaynu xidhanaa, halkii labada khuf aynu maratay ka xidhan jirnay. Waanay bannaan tahay in la masaxdana, way bannaan tahay. Alxadiisu xaadi wal cishruun, xadiiska koob labaatanaad weeye, an muqiira ibnu shucba, asxaabigii jaliilka ahaa, maxaan ku dhahdaa ree daaif, ree thaqiif ahaa, ahay curwata ibn mascuud athaqafi baa adeerma u ahaa, oo walaalkii dhalay muqiira ibnu shucba. Wuxuu ahaan jiray xilligii jaahiliga nin meelaha intuu fadhiisto laaya dadka, oo maxaan ku dhaha qudaacu dariiqa, waa intii aanu islaamin aynu saxaabi jaliila noqon. Marka dad badan buu maratay galaaftay oo laayay. Marka isagoo maratay dhulkaa mara ayaa uu maqlay in nebigu soo baxay, nebigu uu yimi, sidii buu nebigu ku rumeeyey, sidii buu saxaabi jaliila u noqdo. Waxaanu ka mid ahaa daahiyaadka iyo dadka ugu caqliga badan le carab ayuu ka mid ahaa madaxda Muqiira ibn Shucba.
اصحاب الجليد ابو ها ساس وي مركا مغيره بن شعبه وحا لغا وريي مرتي قال انه لي مغيره كنت وحنها مع النبي نبي قال يان لسعودي صلى الله عليه وسلم في سفر سفر مع النبي قال لسعودي ومركا فهويت وحن يعني هي فهويت وحن وديار جروبي او انو فورر صدي لانزع ان انكسيبه نبي خفيه لبدي سي خف او حنا مركو كبيس كسيبي بان دبعي لبدي خف او حنا نس شربات كو كره ان انكسارو وفقال النبي وحوغودي صلى الله عليه وسلم دعهما لبد خف اي دابودي فاني محايا لي انو ادخلتهما لبدا خف وحن اغهيغا غليي انيغا او لبديدا عقود داهيرتين اي نديف يهينو ويسقبا oo fa masaxa dabadeedna markuu weysadii dhammaystiray halkuu labadii cagood ka dhiqi lahaa ayuu marka masaxay mid walba biyer buuntu soo qaaday buu tana ku masaxay tana dusha ka masaxay fa masaxa uu masaxay alayhima labadii cagood dusha ayuu shar martay ayuu labadii qof ee harag ahaa uu ka masaxay marka xadiiskan macnihiisu waa maxay xadiiska masxu alkhufayn hadduu qofku yahay safar saddex habeeniyo saddex maalmood ayaa lagu ogolyahay adoon qofkaa saarin مردد جنابة كو إيمان أما حيد كو إيمان أما نفاس كو إيمان إيه مسقوشة أون أد جلي سو كاتشي سو أمس حراني سو مركات كاديدا أمس حرادا أد سكن نديف سو إيه جستيجوتو إيه ويسدي كاتش بتاي أد أسبوني سيني سو ويسدا محد سمين سا ويسدا واحد سمين سا ويسدا واحد سمين سا يعني هي مركات ويتشي قد دقضو لبدا دقع موت دقضو مدى حاجة مسحضو ee labada dhagood masaxdo ee aad soo gaadhay labada cagood maadaama iyagoo weyse qaba aad gashatay safarna aad tahay masaxa ugu horeeya ee aad salaad ku tukanayso tana biyo yarbaad ku masaxi tana biyo arrintaasna markaa aad masaxday saddex maalmood iyo saddex habeen saacadda saacadda aad masaxday saacadooda buu kaa dhammaanaya marka cagii waa iska saari markaas weyse taamaad qaadan ومركز سفر كتاي سد حبين يسد حمامه تصالها ساكن اللي حدي بعد ويسقط شرب عدد الحرت وات سفرت ويسد سنة صبح كنت كنت مسح على قبل لما سنة صبح ويسد أس مسقول بعد قشي على قبل لما يو صلاة كوجو صهور رئيسة صلاة الصبح تنا صلاة ظهر بكوجو صهور انكلت أما صلاة عصر باك هو سان كرت وهي أدو ولي ويسقبا وصلاة الصبح ويسد ويسستي ولي ويسقبا ده تدور كتو كتو لا ترير مايو اللي ويسد هراد ولي كوتشتا صلاة ده كوغو صور ريسا ايه انت هاد مسقول قشاي اد استيشوتي كدمنا ادو باهتين ادو ويسستو ساد صلاة تو كتو ايا مسح كوات كبلا بيا حدا مرك هاد قشاتي يا مرك مسح كو بلا ميوا كل دوين مسح ساكا ايات قشتي ادو ويسقبا haddii marka salaada duhur kuugu horeyso salaadaad weysiisanayso ta duhur baad ka bilaabi haddii aad weysadii subaxii weli aad qabto taa duhur lagu darimaayo laakiin salaada kuugu horeysay weysadii kaa jabto ee aad intaad mashquul gashay weysiisatay weysadaana aad salaad ku tukanayso ayaa laga bilaabaya masaxii masaxa aad halkaa ka bilowday haddaad safar tahay waa saddex habeen iyo saddex maalmood weysadaasi markay soo gasho أفر لا تساعدوا وقت جاسو كله أفر لا تساعدوا كله وقت جاسو كله أفر يلا تكساعدوا الصدحات وقت جيدا آيات شرباتا دي سكب حناسا مركز صد عجيه لقيسا هداد شوكتو مقيم تهينا وتساك شقتك تينا إيانا أفر لا تساعدوا بالوغولي مركز مصح داي سلاة دي عصر باد مصح داي سلاة دا عصر بريتو وحيكو الرأي وتسكب مصح نسا salaada asar ayaad maanta masaxday salaadeeda casar ayuu baad sharabaad iska saarasaayo aad cagii dhaqaysa oo markaad muqiim ka tahay ee aad magaaladaada iska joogto ama markaad safar ka tahay waa saddex maalmood iyo saddex habeen salaadan salaadeeda casar kow haddana salaada casar ee berri laba salaada casar ee saad dambe saddex ta casar ee maalin saddexaada bay kaa dhammaanaysaa waana saa ula socota wallahu aclam saas weeye marka saa waynu loola bartaa waayahay xadiis saani walcishruun xadiiska maartay لبي الله باتناد حذيفة بن يمان قالوا حلو كنت وحنها مع النبي النبي قايان لس عديو في سفر النبي قايان نقو سفر ايان النبي قايان لس عديو بوش كنت مع النبي النبي قايان لس عديو في سفر
فبال وكاتشي نبيكو فبال وكاتشي وتوضأ النبي هنا ويسيستي انتو كاتشي بوسو ويسيستي ومسح على خفيه لبدي مرتي خفنا عجيز كسكما سهر شربات كيه ويسكما مسح دي اللي ما ننتي وهراء يوسوس فرعيب ويقو مرتي نظيفة ويسقب ويسقب كسوك شدي بابو كانو حبابي هاي في المل في المدي والغير مدي جاو حلي هذا ودعان رجع يدور كبكي ماده مركي شهوة قبطه مركي شهوة قبطه وحسك عادية ومرتي انت بدن مركو ويلكو جوارد الشيكيستو كله اما جوارد ويلة الى الشيكيستو ومرتي يعني اي مرتي تذكر لاني رضا انت بدن حاليا نكو ينو قويان يرسكو عركو جوارد ونا يقويان يرسكو عركو قبدا هاي وي ويدي عن لاني رضا يعني سؤالها يعني لاني رضا يعني او تارجت قرينة يا واحا انت بدن سيء ودع دوي دعوه اما حركة يعني نكيبا وحركة يا انترنت دان ين اجا قاونو كله قويان بسكو عركو gabadhii baa waxay arkaysaa nin iyo de martay waxay u bogtay ama maskaxdeeda ba ka sheekaysanayso shahwadeeda ka caysa qoyaan bay isku arkaysa ama ninkeedii ba isagoo nin qaba martay ama ninkii gabadh qabo buu martay gabadhii taataabanaya ama uu dhunkanaya iyagoo ama bas la socda ama tareen ama iyagoo de markaa aan yani jimaac ka gaarinin buu gabadhiisa ninkii taabanaya martay uu dhunkanaya ama martay uu dhunkanaysa ninkii qoyaan yar bay isku arkaya gabadhina qoyaan yar bay isku arkaysa qoyaan kaas maxaa la yiraahdaa madi baa la isku dhahaa madi madigaasi maaha jinaabo ma keenayo inaad qubays kugu waajibin maayo laakiin muxuu kugu waajibinaya markaad qubays kaas ku aragto musqusha gal isoo istijood qoyaan kaa yar maartay isoo istijood haddii aad markaa isleedahay kastumadaada haddaad nintahay haddaad gabartahayba talom waxba gaaray inaad kastumada dhaqdo laguma doonsan biyo yaro xantoobaa soo qaado kastumadaada ku rushee bes dhag marka maxaa loo baahan yahay markuu qofku qoyaanka ay isku arko horta qoyaanka yaraa istijaaba looga baahan yahay laakiin haddii qofku markaa isleeyahay maradaada tolo ma gaadhin sharcigu wuu fudey oo nijaasti sidii kaadida ay qasabahay inaad kastumadiisaga saarto ama surwaalkii ama cabaayadii meeshaas sidii kaadi baa kaa gaartay la dhaqaayay iyada waa la khafiifiyey oo waa mashaqo la khafiifiyey marka maxaad samaynaysaa meeshaas leedahay biyo yar waxba kaa gaaray looma baahna in la dhaqo xantooba yaroo biyaa qaad nadxi baa loo baahanyay maratay kurushe iska kac bes maradaadiina nijaasti saasay maratay kaga daahirtay adiguna isjaasa kaaga filan madiga alxadiis الثالث والعشرون xadiiska 26aad can cali ibn abi dalib radi allahu canhu qaala wuxuu yiri cali ibn abi dalib kunta waxaan ahaa rajula nino madaa madi badan ولي الدرس جيما كتيرة درس جيما كتيرة ولي وحيري مركا وحيري وحن هابول علينا ودالب كنت وحن هالرجل نو ها مداء نين مدي بدن بنها يعني نين مدي بدن يعني قفك مركا استوقع رسيد سواء بدن تهاي يعني مدي جاسوس فارخية واكو فاستحييت وحن كحشاضي أنا أسألنا ويديو رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته ما دام أن إنتي سقبه فاطمة الرسول لمكان ابنته ما دام أن قبلي سقبه مني أنا حقيقة أو صدقية هي إن يعني هذا فرش جيجا أيام أما ذكر كي كان قيان كواركي وأنك حشون جري فأمرت وحنا مري المقداد ابن الأسود سحابي مقداد ابن الأسود لرابع وحنا مري إنه يسوي ديو أو فسأله وسوي دي رسولك فسأله رسولك يسوي ديو فقال وح رسولك يدي صلى الله عليه وسلم يغسل وحو دقيا ذكره ذكر كيس كبدنا والله مد مركا ويتوضا ويسكو سيسن يايو معناها وما باهنا انو جنابو كقويستو مركو ذكر كيس دقو ويسدي مركا صلاه ايا كفلن ويتوضا وللبخاري بخاري وحك مرتي وسو ساري وللبخاري بخاري وحو سغن اغسل دقده ذكر ذكرك ذكرك دق او سيدي استجود سيدي كاد لو كلي اللي وحن يرى مديغني وحو سو مري meeshii kaadida soo mari jirtay marka wax kastoo meesha kaadida ama saxarada soo marana waa nijaas marka wuxuu dhihi maratay iqsil dakaraka farjigaaga dhaq wa tawada iska weysiiso
ولمسلم مسلم نو مرتي مركه انت بحضه كسو نقول ان شاء الله عدد مقلينين ارضه كلمه مقليان وفك القعد ويقول ولمسلم مسلم كلا مسلم نو حا كسغن توضأ ويسيسو وانضح يعني رشاه فرشك فرشكاك معناها قيان كي امرت قريسة قبل هذا اي كوكا عضي مركا ذكر كاكا كرقو اما ينا كيسي تشتو قيان كي مرتي حداد سلاله هي مركا قيان كي مرادا دو بوغاري مرتي انت تكبح حدو كسو نقو انت تكبح حدو كسو نقو دي وقرا مرتي واحد تراك مرتي مرتي كبح حدو كسو نقو والله مسلم مسلم وحيري مسلم وحصو ساري توضأ ويسيسو توضأ ويسيسو وانضح رشاه فرشك فرشك يا كبير مرتي يعني مرتي وانضح رشاه فرشك بيير مرتي فرشك يا يا ماشي كستو مدا ساو غرشيسو با كاغا فيلان قيان كي راي غاري هذا سلا هو نيتشاس لانه هو نيتشاس لفوديي ونيتشاس لفوديي ها سي راجع واساس حديثك الحديث الرابع والعشرون الا حديثك شين لاتناد من غارسيننا عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني وكوري قال وحوري شكي وحا لو شيكتي الى النبي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل نبى النبي لو دعوداي يخيل لو خيال جلين ايو اليه حقيسه انه نكاسي يجد انه هلايو اشي اشي انه هلايو في الصلاه صلادي انه شيء صلادي هلايو انه شيء صلادي كهلايو انا محو دريميا قفكي مركو صلادي قالو ويسوسيا شكي وحا لو شيكتي looga sheegtay ama looga ashkatooday ila nabiga nabiga intii ka ah arrajulu nin oo yukhayalu lamootsiinayo ilahi xaqiisa annahu ninkaasi yajidu inuu helayo ashay ashay fi salaati salaadi shay buu salaadi helaya wuxuu xiranaya niyoma neef katimi ha wa niyoma neef ba katimi soo salaadi ku jira oo faqala nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam ninka isle toloma neef katimi la yansarif salaada iyo ka gadoomin xataa iyo isagu yasmaa oo maqlo sawtan cod yani cod neef ka timi ilaa uu maqlo aw yajid uu helo riixan yani maartay ur marka dadka qaar sheydaanku wax isku daya maartay meesha gadaashada buu sheydaanku neef maartay uu afufaya xadanta dareemisa ha xadanto ayaa dareemisa marka qofki wuxuu su qaadanayaa inay neef ka timi sheydaankaana ugu talagalay qofka inuu la gooyo marka uu rasuulku wuxuu yiri hayeelin marka yaqiin baa la doonayaa wax ku dhisto adoo salaadaadi ku jira adoon yani hubaal helin inay neefikaatimi oo ama urteedii dareemin ama as codkeedii dareemin shaydaanku xadantada uu nafta uu maartay ku xadantaynaayo ha ka yeelin waxa la mid ah dumarka gabdhaha dumarka ah wax dhalay ee riximkeedu furmay mararka qaarkood marka ay rukuucayaan أما أي سجودة يعني مركي كعان هوا قشا رحم كودة مركي أي سو أروران أي سجود دي أي كسو أروران أما الركوع دي أي كسو أروران أي نفتي كسو بحيسا قبل كودة أما حمينتي ترنك طبركو تانو يكا عودانو وحران شيخو يعني مارتي وحا فرشي كيمان يرد حنتي اللي مودي طبيشا مرنا اللي مارتي واسدي محنكو لدا بم مرنا وفرما يوا كيش مرتي هوا جلسة مرنك هوا دي بقى صوب حيسة تاسو كلام وحمية لي يعني صلاة دي دي وحبية لي مايا حبية لي مايا مرك تاس الله بدا منا صلاة الله قبح مايا صلاة منا الله قبح مايا لا ينصرف يعني كل قدومين حتى يسمع أو مغلو صوتا عض أو يجد أو هلو ريحا أر مرك بحويا وقاعدة عامة وحيدة هذان اليقين يقينتا لا يزال لقمسولية بشك يقينتا أي أصله مرك شكي جو يقينتا حب ما يعرف وحد يقين سنيد إن الثلاث كشرتو أو الظهار قبته أو دراه يتكنيسو مرك وحاير رد حنتا ومرت شيطان كو مرت قداش هذا ومرت مودي إن نافكاتمي مرت داد أرن هيلين عدنا مقل سلا داد وا أوكي وضع حشكين مرت هلك يا مرت مرت كشوف حديث الخامس والعشرون حديث مرت لبنا الحديث بأودن بيعه واري وقت جبا مرتي إن إن نقول عاي أنا أم قيس بنت محسن صحابة الأرض أم قيس بنت محسن وحي ولا لهاين عكاشة ابن محسن صحابية شليلة بهيد أم قيس بنت محسن ألا سدية نين كي إذا
addoommo uu dooni baa dilay. Marka axaadiis badan bay ku leedahay xadiista rasuulka sallallahu alayhi wasallam. Ummu Qays bintu Muxsin al-Asadiyya, reer maaragtay Asadiyad bay ahayd, saxaabigii Ukaashi ibnu Muxsin ee nebigu 70 kun ee jannada bikayr xisaab ku gelayay yidhi igu ducee ee ka mid noqday bay walaalayihiin, annaha atat, waxay nebiga u keentay biibnin wiil yar oo lahaa iyadoo ay dhashay oo saqiiran saqiira, wiil yaroo dhasho saqiira bay nebiga ula timi sallallahu alayhi wasallam, oo lam yakul aan cunin alطacaama, wax cunta aan cunin, ilaa rasuulillahi, rasuulkii bay ula timi sallallahu alayhi wasallam, oo fa ajlasa, waa fadhiisiyey hu ilmihi yaraa rasuulullahi, rasuulka ilaahi sallallahu alayhi wasallam, fii xijrihi, dhabtiisu ku fadhiisiyey. Rasuulka waa garanaysaa reer madiina iyo caruurta in loo keeni jiray oo nebigu timir loo keeni jiray markay dhashaan, oo nebigu timirta u qoyn jiray, dabna dhal xanaga uu u dhigin jiray, oo maaratay taxniik baa la yidhahdaa. Fajilasa, waa fadhiisiyey hu ilmihi yaraa rasuulullahi, rasuulka ilaahay, fii xijrihi, dhabtiisa ayuu ilmihi yaraa ku fadhiisiyey. Fabaala, waa ku kaajay, calaa thoobihi, maradii rasuulka baa ilmihi yaraa ku kaajay sallallahu alayhi wasallam. Oo fadacaa, nebigu wuxuu yihi ii keena bimaain, biyo ii keena buu nebigu yihi, biyo ii keena buu yidhi. Oo fanadaxa, waa ku rusheeyey, hu biyihii, wuxuu ku rusheeyey calaa thoobihi, maradii ilmaha yar ku kaajay buu biyo yarsaa ugu rusheeyey, ma dhaqin, ma maroojin, walam yaqsilhu, mana dhaqin, laana wiilasha maadaama raggoo dhammi qaadayaan, wiil yaroo kastoo dhashay ii dhibanna, anna ii dhi, anna ii dhi, anna ii dhi, marka ilmi yar anagu kaaji, kanagu kaaji, kanagu kaaji, marka mashaqadaa daraaddeed baa la fududeeyeyo. Waxaa la yidhi ilmaha yari 2 sano intuu ka yaryahay cuntana aanu cunin, kaadidiisaas waxba la dhaqi maayo. Sidii hadda markii aynu nidhi hadduu qofku qariisa dareemo oo xaaskiisa taataabto, ama maxaan ku dhahay shahwo kale uu si kale u dareemo oo qoyaan yar uu farjigiisa ku arko, ama gabar ha noqdo ama wiil ha noqdee, isla markaana aanay biyihii rasmiga ahaa ka iman, waa inuu musqusha galaa, qoyaankaas ka istijoodaa, biyo yarna kastumadiisa ku rushay, hadduu isra way gaadheen qoyaan baa kaa gaadhay. Marka saas kale, maadaama dahaaradaa loo fududeeyey, ta ilmaha yar ee dhashayna waa la fududeeyeyo. Waxaa la yidhi ilmaha yar ee wiilkee kuu kaajeen 2 sano gaarinay welin caanaha maartay hooyadii jaqaya, biyo yaroo ku rushee. Fanadaxa, waa rushay rasuulku calaa thoobihiyo, walam yaqsilhu, ma dhaqin. Wafii xadiisi caaisha, caaisha riwaayadda ay warisay ummulmuminiin, anna rasuulallahi, rasuulka ilahi sallallahu alayhi wasallam, uutiya, waxaa loo keenay bisabiin, ilma yar, fabaala, wuu ku kaajay calaa thoobihi, maradiisa, mara rasuulka ee daahirka ahayd sallallahu alayhi wasallam, uu ku kaajay. Fadacaa, wuxuu yidhi bimaain, biyo la kaalay buu yidhio hee, faatbacahu, waa raaciyey hubiyihii iyaahu, yani kaadidii halkii maaratay uu kaga kaajay buusaa rasuulku biyo yaraa ugu shubay. Intaasaana ku filano ani waa la khafiifiyey dahaaradiisa. Walimuslim, waxaa usugan imaamu muslim hee, faatbaca, waa raaciyey hu biyihii, faatbaca, waa raaciyey hu biyihii loo keenay, bawlahu, ay bawla sabiy, ilmaha yar kaadidiisii buu raaciyey, walam yaqsilhu, ma dhaqin. Faatbaca, waa raaciyey hu biyihii, bawlahu, ilmaha yar kaadidii ayuu raaciyey, walam yaqsil, ma dhaqin. Xadiiskaasina waa ka halkaa caawa inoogu joogo. Wallaahu aclam waxkam, wajazaakum allahu khayr, sheer garaya ilaahay idin barakeeyo. Intaydaan ka bixin insha allah habeenada soo socda, maadaama aynu kitaabka ku talagalay rabadaanta inaynu dhammayno, 2 habeenna way naga habsaabay. Markaynu xoogaa dahaarada iyo xadiista yar adag dhaafno, baynu meelaha qaarkood maaratay kuwa iska fudud ayaynu insha allah maaratay xoogaa ayaynu maaratay yar didin doonaa. Waxaynu maraynaa 4 xadiis maaratay maxaan ku dhahdaa lasoo xifdiyeyna, ha la soo xifdiyo. Habeen walba 2 xadiis baynu ku daraynaa ilaa aynu dhammayno kitaabka, oo ilaa 30 habeen oo min 2 xadiisa 60 xadiis oo xiftiya, ilaa ay 400 xadiis ka soo baxdo. Wallaahu aclam, wajazaakum allahu khayr. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ilaahay idin barakeeyo.